تكنوز تكنوز في تكنوز اليوم نحكيو على الفيرسيون برو نتاع الموقع الاجتماعي فيسبوك اللي بقاو يستناو فيها لي زانترنوت توا عامين من تاريخ الديفلوبمون نتاعها. الريزو بروفيسيونيل هذا خرج نهار 12 اكتوبر 2016 وكانت المفاجاه انه اسمه تبدل من فيسبوك ات وورك الورك بليس على عكس ما تقال وقت اللونسمون اون 2015. الريزو سوسيال الجديد هذا فيه بليزيور فونكسيوناليتي سبيسيفيك كيف السيرفيس ديشانج لو ستوكاج دي دوكيومون اي دوتر اوتي دو كومونيكاسيون. المستعملين نتاع وورك بليس دو فيسبوك باش يخلصوا قيمة 3 دولارات في الشهر للمستعمل الواحد. هذا شنو كان عندنا في تكنوز لليوم. لطيفة تقولكم باي تكنوز.